مرحبا، اسمي خليل. نحن اليوم برام الله. لمحة تاريخية بسيطة عن رام الله. رام الله تأسست قبل أكثر من 500 سنة. رام الله تأسست من عائلات مسيحية اللي هاجرت من الحجاز لرام الله. هاي الحملات اللي هي بتتمثل بالأسود اللي بتشوفها بوسط البلد في رام الله، اللي بتمثل كل واحد منها حمولة. رام الله اليوم صارت مركز للاقتصاد الفلسطيني، للسياحة، وكمان للحكومة الفلسطينية، مع إنه العاصمة الرسمية لفلسطين مش رام الله، ولكن رام الله أكثر أو أقل هي العاصمة من ناحية العملية. اليوم القانون بفلسطين انه بلدان مثل بيت لحم ومثل رام الله لازم يكون رئيس البلدية مسيحي، بسبب القانون اللي وافق عليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1994.